في فيديو هذا اليوم أتكلم عن المسؤولية، مواطن المسؤولية، وإيش الكيفيات التي تكون مع المسؤولية. أول حاجة المسؤولية، من واحد يقول أنا مسؤول، سواء مسؤول عن نفسك، مسؤول عن الحروب، مسؤول عن المجتمع. النهاية أنت مسؤول، لكن المسؤولية هي مش واحدة، هي المسؤولية لها هي نوعين. في مسؤولية التوجيه، مسؤولية التوجيه دائما هي مسؤولية تربوية، كويس؟ بالضبط زي مسؤولية المرشد الطلابي في المدرسة، هو ما يعلم، ما يدرس، لكن مرشد، كويس؟ التوجيه ما يتطلب مهارة بس يتطلب دراية. المرشد الطلابي في المدرسة يكون عارف المدرسين، عارف المجتمع، من البلد، كويس؟ فهو عارف ايش طبيعة الاشكالات اللي بتيجي ويعالجها عشان ما تفهم. ليش ما يكون المدرس هو المرشد الطلابي؟ لانه هذا يختلف، هذا يعلم، كويس؟ لكن هذا يرشد في الاشكاليات السلوكية، تمام؟ ويوصل الطلاب لدروس ايش؟ تمام؟ ويحل الاشكال بين الطالب والمدرس. التوجيه دائما إذا كان خارج الطاقم المدرسي، كنا نتكلم عن مثلا الطب، لو نتكلم في عندك الطبيب العام هو بيوجه، كويس؟ مثلا قسم الطوارئ بشكل عام هو مكان للتوجيه، كويس؟ فالتوجيه دائما هنا ما يكون في فهم عالي أكثر من إنه إدراك. الشخص اللي يكون في المكان هذا هو يوجه بناء على وعي بتاعته. التوجيه هنا اعتماد دائما معرفة. المعرفة هو يوصل ما بين الحاجة يعني بين المحتاج وصاحبه. المسؤولية
خلينا نقول لي أفهم المسألة بس ما أعرف إيش الكلمة ممكن إيش تكون بديلة إيش، بس خلينا نقول هي توجيه كويس أو خلينا نقول التوجيه إصلاح، حل، قضاء حاجة، كل هذه كلمات بتوصل تمام؟ فهنا يكون مرتكز الفرق عادي
جاله واحد ومعاه ساعة مستوردة، الساعة هذه مستوردة. هو شاف الساعة خربانة، المفروض ياخذها، لو كان عنده وعي واضح يقول له هذه الساعة يعني ديرها كذا، هو ما عارف. إذا كان عنده وعي معرفة يقول له والله هذه ما في حاجة سهلة. حلو جدا، حلو جدا، في فلان في فلان ما راح يوصل. عشان لا تزيد، هي ممكن مشكلتها كانت بطاريه ممكن تدخل في مشاكل، عشان لا تزيد لا تتفاقم المشكله. فهنا الوعي ساعد الشخص المنجي هذا، شخص فاهم وشخص فاهم ووجه في توجيه الصحيح، قال له مصلحه هنا خذها اشحنها وديها على بلدها تصلح. ولو في الساعة هذه مش من اختصاصه، الساعة الألمانية مثلا هو يشتغل في الساعة الصينية مثلا، هذا ما له صحيح. يا أخي طب أنت مصلي لأهل أنت كل الناس مرت فيه كثير وصح كل الناس مرت فيه وقلت لك الساعة هذه الألمانية أنا ما اشتغل كذا، هو منع فاقوم المشي السيارات يعرف هو السيارة، إذا كان في الساعات يعرف الساعات، إذا كان عنده معرفة عامة ما عنده اختصاص. فهنا الإشكالية فيه إنه هو الشيء الإيجابي هنا تمام، الشيء الإيجابي طبعا. فهو انه دخل
اختصاصه جوهري او قد يكون له ثقل، لان هو لازم يكون شخص في كل الاحوال هو لازم يوضح هذا الشيء. لكن بالنسبه للتوجيه، طالما عنده وعي واضح الحاجه هذه مخلفه مش موجوده، حتى وان كان الناس اليوم عندهم كل الموجودين جاهزين يستلموا وقالوا لا هذه ما تنحل، هذه كانت كذا، بالتالي كان قرار سيء. كويس، اذا كان استعجل ووجه دون ما يشيك من الوعي العالي تقع عليه المسؤولية. تمام، تقع عليه المسؤولية. طيب احنا عرفنا ايش هي المسؤولية، ايش هو التمرير، ايش هو الاسماء، خلينا نعرف ايش هي الصور السلبية للمسؤولية. وهذه الصورة السلبية انا اتكررت معي كثير ولكن انا اوضحها. هنا في التوجيه الصورة السلبية الموجودة، هنا الدعاء، لا أفهمه الدعاء، شخص يقول له والله سيارتي خربانة، يقول له ما حنصلحها الا بالفعل، ولا عنده وعي شلون السيارة معي، ولا عنده وعي، قال لك والله ما اترك الا فلان فلان لازم يصلح السيارة. طيب واذا ما صلحها ايه المشكلة؟ لا يا شيخ ما ادري، فعنده هو المقرب، عنده يقين فلان هذا هو اللي إذا ما صار لك المشكلة فيك. لا يا شيخ والله إيش وكانت المشكلة؟ ما دائما ينظر بتوجيهه كما هو التوجيه الصحيح مهما كان. هو لما ينظر للتوجيه كما هو كان توجيه لا في اي اخطاء، واذا في اي اخطاء فهذا المشروع منه. هذه الصوره هي مكرره، تمام، على اعتراف الخطا، لان التوجيه ببساطه اذا كانت المشكله ما حل التوجيه خطا، لان في موجه يكون السيارة خدمت ما
راح يتحمل معاه اي مسؤوليه. يقول لك الواحد هو هذا الصبر. ليش؟ والله لما كل الناس يقول لك صبر حر. انت صداقتك ما تعمل. فهمت علي؟ فهذا الشخص المكابر هذا لا له منه اي تقييم افضل. اما الشخص اللي يقول لك انا ممكن اغلط ممكن صح في هذا الشيء تلاقيه طلع اكثر تمام ويبحث عن الموضوع يقول خليني اتوخيني اسئله ثانيه هذا هو ممتاز. اما المكابر هذا شيء غير تمام. عندك الاصلاح هنا المكابر مشكله الشخص في بالنسبة للإصلاح عندك هذا شخص من هنا موجود هذا شخص من تاريخ ما تقدر هذا هنا عندك الأمان هو شخص عنده إدراك عارف أن هذه أمنية وعارف كل حاجة لكن ما عنده أمان ممكن يفكر لك يعني يزيد لك أي حاجة وانت ما راح تعرف الا لما تدخل معك ما راح تعرف الا لما تودينا لشخص ثاني صغير يكون امين لما يجي يفكها يعرف يقول لك فين صلاح ترى صلاح عبد الله كم اخذ منك حق الوكيل اوكي طيب ماشي خلاص هل انت فاهم اي حاجه انت فاهم اي شيء لكن هذا الشخص اللي صار ما عنده تمام ما يقدر يعني يثبت لك هذه الحاجه الا شخص ثاني يشتغل في الرسم يبين لك هذا الشيء يحاول يشرح لك ما يقدر لك ما حيقدر يفهمك يعني يقول لك والله لا اصلا بعد تمام ما لك الا انك تمشي بثقه بس الشخص الشخص الوجه لما يكون شخص كويس لما يكون شخص كويس لما يكون شخص كويس يكون يوفر لك وقت إصلاح الناس في المشكلة كويس وهنا الإصلاح لما يكون شخص كويس وعنده أمان الأشياء اللي عندك يكون فيها بركة يكون فيها بركة تمام ولهنا تعرفنا عن المسؤولية تعرفنا عن الأشياء تعرفنا عن الشخصيات اللي موجود فيها لهنا نتعرف على صور الهروب من المسؤولية صورة الهروب من المسؤولية قلنا إن هذا التوجيه اللي يكون سلبي يكون عنده كبر لأنه المكابرة عنده هي أسلوب الهروب من المسؤولية لأنه لو جاء قال لك والله أيوه ممكن أنا كان قصدي أنا مهمين أنا هذا أنت يكون عنده العري يتعرض على مدير أمور كان ما عنده هو جاي
الذي يتخبى وراء الكلمة. جالس يحط الكلمة قدامك ويقول لك ما هو هذا مشكلة. هو عارف إن في مشكلة بس بينه وبينه خلاص. اللي قلت له هو صح. هو ما عنده حل أصلا. فاهم عليك؟ فدائما يتخبى وراء الكلمة. هذه واضحة. هذه الكبر هو قوة ظاهرة. لكن ما قاعد يديك الحل معاه انك انت تختصر المسافه وتدور شخص تسال شخص لانه ما راح يعتذر ما راح يقول لك هو غلطان لانه هو عنده معين ما يقدر خلاص. الجهه الثانيه للساحه عنده ايش؟ عنده اسلوب هو أسلوب ذكي شوية تمام لكن الأسلوب صراحة بعيد عن العالم. الأسلوب هو إنه دائما نشوف الحل خلينا ناخذها بالمثال تمام خلينا ناخذها بالمثال. في شيء اسمه قارن في اسمه نتكلم عن مثلا طبيب اسنان الان لما يكون عندك اسنانك فيها مشكله سواء كانت تسوس او تحتاج قلم او تحتاج حشو الى اخره كويس هي لها اسباب وقائيه ممكن انت ما كنت تهتم فيها ما كنت تفرش اكلت مأكولات قاسية ايش ما كانت الاسباب طحت كسرتها هذه كلها اسباب اخرى وفي عندك العلاج المرحلة الأولى دائما في أي إصلاح المرحلة الأولى هي الأولى بعدين المرحلة الثانية المرحلة الأولى هي لما تشتري مثلا سيارة يقول لك لازم تغير الزيت كل شهر لازم تعمل كذا لازم تغير زيت الدبوس كل سنتين لازم تأسس يديك تعليمات معينة إذا أنت مشيت تعلمت الوقائية هذه سيارتك حتكون ممتازة إذا أنت ما مشيت تعلمت الوقائية هذه حيخرب عندك شيء حتحتاج تروح للصيانة ويصلح التعليمات الوقائية دائما تكون هي من التوجيه وليس من الاصلاح كويس هذه اختصاص ده تمام وليس اختصاص اختصاصه انه هو يقول لك مثلا انت جيت تقلب ممكن هو يكون طبيب بعيد ما يعرف يعايش تمام فانت هتلاحظ الحوار معاه قلب حوار توجيهي. انت عندك اسنان واسنان خربانه قلت له انا اسنان تعورني من مين واحس بالم وهذا 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 عيب يقول له طيب انت كنت تفرش اسنان؟ لا انت كنت تفرش وتعمل جسم هذا انت لما كنت تمشي كنت تبني جسمك كويسا عشان ما طحت دائما ناخذ معك خطوه ورا عشان يبدا يركب كل ايش؟ المشكله دي. يقول لك طيب انت ممكن ما تفرج صح؟ اوكي طيب هنا هذا هو السبب، السبب مين هنا؟ ترى واحد. الحل الثاني حيديك حل وظائف ما حيديك يقول لك خذ معلومه فرصه هذا التوجيه يعطيني بينما الاصلاح هو ليش بيسوي لك ايش هو ليش هو بيغير هو يعالج المصدر يحولها للواقع لانه هو يعرف الشخص المصلح اللي هو مثلا ميكانيكي هو يعرف اذا هو باشر الحل وحط يده في المشكله ما تصلحت مشكله الشخص هذا هتصير مشكلته
وبالتالي هو عشان يكون في السليم ويحافظ على الورم الاكل ايش ما يدخل يده في حل اي مشكله. فبالتالي هذا هو يحافظ على الكرسي تبعه او منصبه لفتره اطول. ما يباشر حل يده بيده، ما يباشر حل يده في اي مشكله. فهو ينتهى عن نفسه بعيد ما يخش يده. وهذه الى ما هو بيتصرف صح. الصح انه لما انت تروح لطبيب واسنانك مكسوره الطبيب ما يسالك اي شيء وقائي نهائيا، اول حاجه يسويها تمام انه يباشر في العلاج، يصلح لك سنك، يغير لك قوه، يحفظ لك، يسوي لك حشوه، يعمل لك كل حاجه. بعد ما انت تبدا ترتاح وزبطت حتى يقول لك نصائح وقائية، يقول لك معلش حاول تعمل كذا، حاول تعمل كذا، اتجنب الحاجة الفلانية. بعد ما حللت أي شخص يقول لك أنا صلحت السيارة، أنا طبيب أسنان ممتاز، أنا ما يديك الحل على طول، ما يديك العلاج على طول، الحل العلاج على طول، هو واحد بيتهرب تمام انه ما يقع في مسؤوليه خطا، لانه في حاجه بديهيه. يعني هو مش طبيب من الاساس، هو جالس ينتفع تمام. يعني هو طبيب لكن طبيب فاشل تمام. فبالتالي يوزع فشله على اللي حواليه. انت يشتغل مقابل تقرا عن نفسه بعد ما اسمعنا كلها تروح، يقول لك خلاص اسمعنا كلام ما قلت لك، المفروض تفرج اسنانك، المفروض تسوي كذا، المفروض تعمل كذا، انت ما بتسوي، انت شكرا. فهذا طالما هو ما بيباشر الحل على طول، فهمت علي؟ من بدري اقول لك بعد عن الشخص هذا ما راح يحل لك اي حاجه. ولا راح يجازف انه هو يبين نفسه انه هو اصلا ما له تعب، ما له ما عنده غير، فهمت علي؟ فنرجع للتدريب التوجيه الصح في التوجيهات صح، ولما ممكن تناقش فيها واحد كويس الشخص اللي مصلح صحيح مهندس هو ايش ما كان، هذا الشخص عنده الامانه، هذا ما عنده الامانه انه هو يباشر العلاج وما يجلس يديك نصائح وتعليم كثير، يديك العلاج تمام. انت تتوجه لهذا الشخص لما يكون انت عندك طلبات، انا ابغى احرق السياره، توجه هذا الشخص، تقول وجه هذا الشخص السيء. انت تروح عند هذا الشخص يقول لك عندك مشكله. انا اروح الدكتور عندي مشكله. بالتالي انا اروح الورشنجي عندي مشكله. الاشخاص الفنيين هم اشخاص عندهم حلول لمشاكل. هنا التوجيه الاشخاص الموجهين هم عندهم ارشادات للوقائيه فاهم تمام؟ أو حتى وصول لحل. وده كده هذه هي هذه الحلول نبدأ فيها على الصعيد الشخصي، بعدين على الصعيد الأسرة، على صعيد المهنة،